الإخوان اليوم راني في لندن في بارك لين، في الحدا هذا للحيوان اللي ماتوا في الحرب العالمية الثانية. نداروا اليوم هذا المونيمنت، كانت مقرا يتسلكم رجال هنايا عندي وعونهم في الحرب. كذلك الكلاب دي لانديزون أستون مارتن رايلاه ونحن احنا بارك لين. اش كاتب هنا؟ يساهموا في نشوف اش كاتب هنا. ديزاني هذا سكولتور ماشي تشوفو. دابا حنا في هايد بارك، هايد بارك كورنر المسمى بسبيكرز كورنر، حنا غندوزو ليه كيما قلتلكم. هانتوما تشوف غادي نقطعو من الجهة أخرى من هايد بارك كورنر، دابا حنايا في الوسط تاع بارك لين. الطوبيسات الحمرين ديال يتسالى ديك لندن. الشارع نحن في الجردة هذه هاي بارك، والناس مريحين مع رجلهم يسترخوا. نحن نشوفوا مار بلاش حنا قربنا ليه، بغي ندخلو هنايا لهاي بارك نشوفو واش كاين بيه الدار تما. هنا لي زابارتمون غالي، جوج مليون تا خمسة مليون زابارتمون. تليفونات تبقى اي باقي خدامين هنا باقي، لا ما بقاش خدامين دابا، خليهم غير سوفونير. والله ما كانش ناخذ شي واحد يدي معايا للدار مي ندير الجرة مي سامع ما يخليوكش مي مكتري في هاد الناحية كلها كاميرات. دابا حنا غادي ندخلو لهاي بارك
اليوم ما كان الحال سخون، كان نجي نتسارى شي شويه. هنا تيعملوا لي كونسير بحال في جوان، واقيلا جوان كاين رولينغ ستون، غادي يغني هنايا رولينغ ستون. هنا حنا نجيو للسبيكرز كورنر، ها هو ديك العمارة هذيك اللي حداك تما كنا تنشربو، كان عندنا البار تما، ساعة ريبوه وبنو عمارة جديدة، كاين غير 10 مليون البنت هاوس. أول مرة كجراو علينا كنا نتجمعو تما، ساعة ما لقيناش هانتوما تشوفو. أما هنا نهار الحد يكون العباد تيختمو، اللي بغي شي حاجة غير ما يسبش، ما يدخلش الديانة ولا هوموفوبيك وراسيزم، وقول لي عجبك هادي. تشوف الدنيا كلها ريبوها صوبة اشتهارة، لكن غير ريبوني في المغرب لا، لكن غير ترامي على 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 المباني للمستعمر، ما كاينش اصلاحات اول منيح. انا بحال هاي البارك اللي هذا لازم تشوفو، لكن هنا هي مسعى ديال الحدث كاع عامرة، اليهود المغاربة المسلمين كل شيء. كنت نشوف واحد الفيديو ديال داك اسمو داك مصطفى بونيف، با كيسب في المغاربة، قال ليهم فرحانين على هاد القرار ديال اسبانيا، وقال لهم ما تفرحوش بزاف لان ملي تسالي الحرب في الاوكرين غادي يدورو فينا، ديك الساعة روسيا تكون يديها خاوية ويعاونوهم. قال لك ما رجعتش ما فيكمش النيف، هو نيفو كبير كبير، هذاك مصطفى بونيف نيفو كبير، وتقول المغاربة ما فيكمش النيف. سمعتي يا خاي، راه حنا ماشي حنا فرحانين، علاش؟ منين اسبانيا قام شرحت بهذا القرار؟ لأننا فرحانين بالشعب الجزائري الشقيق، لأن دوك الفلوس اللي كنتو تخسروا على المرتزقة غادي نتمناوهم تخسروهم على الشعب الجزائري. فهمتي يا بونيف؟ بونيف وكبير نيف، اسمع الحمار اش نقول لك. المغاربة فرحانين على القرار الإسباني لأنه صافي هادوك المرتزقة يدخلوا عندكم تما الجزائر وسكنوهم عندكم، وحنا الأرض ديالنا غادي نرجعوها، وما يبقاش عليكم الخسارات لأنكم خسرتوا بزاف ديال المليار وخليتوا الشعب الجزائري جيعان. فلهذا تنقول لك عاود نكرك تبقى تضحك علينا حنايا، تقول لعباد الله العياشة ولا ما العياشة. أنا تنقول لك من هذا المحل هذا سبيكرز كورنر بأن الشعب المغربي فرحان، علاش؟ لان دوك الفلوس اللي كنتو تخسروا على المرتزقه غادي نتمنوا الله تخسروها على الشعب ديالكم،
ويخسروا عليك حتى نتايا، يديك يعملوك شي عمليه جراحيه على داك النيف اللي عندك، داك النيف الكبير ابو نيف. ايوا هو هذا، سمعتيني؟ ايوا ولا ما نطولش عليك، لان دابا غادي نمشي هاليك هليكوبتر لقيت هذا، فلي هذا غادي نودعك وعاود نكرك عندي اخوان. هادشي اللي كاين، انا غادي نمشي بحالتي هالخريطة باش ما تلفوش. ندخلوا لأجواء الرود من هنايا، فلهذا كان معكم أنايا من هنايا، مع السلامة، نهار زوينه.